آهات وجع وفاجعة لا تطلقها أمها وحدها ولا عائلتها ولا حتى أبناء مدينتها، بل تبكيها بلاد بأكملها. هي رهام البدر التي أفلت مبكراً إثر قنص تعرضت له شرق تعز. أنا ما لحقت، يعني عاد إحنا ننزل المواد وهي طلعة من ضمن اللي بيطلعوا له خطوط النار القافلة. ما لحقت إيش أشوفه ينام طلعة. هي تقريباً 10 دقائق ونسمع الضرب واجي من كان قذائف وقنص من قبل ميليشيا الحوثي والهالك عفاش من تبة السلال والقعشة. بعدين كنت أسمع هناك المرابطين يقولوا غطوا في مرة في مرة قنص نشتين السعفين. ريهام المحامية والناشطة الحقوقية استشهدت اليوم برصاص مضاد طيران أطلقته ميليشيا الحوثي مستهدفة قافلة مساعدة غذائية كانت تسيرها ريهام مع عدد من الناشطين في منطقة الكريفات شرق المدينة، ما أسفر أيضا عن استشهاد زميلها مؤمن سعيد الشرعبي. تاركة خلفها فراغا كبيرا في قلوب وحياة الكثيرين، ريهام عضو فريق الرصد التابع للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وصاحبة المشاريع الإغاثية والإنسانية الأبرز في المدينة، راحت ضحية جرائم الميليشيا الممنهجة والمستمرة ضد المدنيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في مجال العون الإنساني، والتي ظلت ريهام وعلى مدى 3 أعوام من عملها الحقوقي ترصدها وتندد بها. الصعوبات التي تواجه العديد من الناشطين الحقوقيين هي القصف المستمر والدائم، ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير جداً. بالأمس كانت ريهام هنا توثق جرائم الميليشيا وتحصي عدد الضحايا وتحكي عن القصف كصعوبة وعائق أمام أدائها لعملها، وها هو اليوم القصف ذاته والمجرم نفسه يقف عائقا بينها وبين الحياة.